حاولوا نفضوا الصريحات مش هادين عندنا الضف يكون محامي. انا كاين ناس ما كانوش في اللائحه. زوير وتلاعب واستغلال النفوذ اللي ظلم بيان سور، وانا كنتحمل المسؤوليه ديالي بحال جميع الطلبات اش كنطالبوا بفتح تحقيق ومساءله كل مسؤول اللي تلاعب واستغل النفوذ ديالو تلاعب بالمسار ديالنا ومسار بزاف ديال الطلبه. حنا اليوم واقفين باش نبدلوا الفساد، حنا رجال قانون ديال اليوم، حنايا اللي نورمالمون غنشدوا هذا المشعل، حنا لي فيتور جوريست. واحد السؤال كيتطرح، واش باك لاباس عليه؟ انا با ما لاباسش عليه وكنفتخر به، وانا خريجيه لافاك المغربيه كليه الحقوق المغربيه وكنفتخر بها، ومن هنا كنوجه نداء، حيت التصريح ديال السيد الوزير اللي خرج للاعلام راه استفز المغاربه كاملين، تصريح لاقل ما يمكن ان يقال في حقي كانني امراه قانون، ان التصريح لا يليق برجل سياسي، لان اللي جينا الاناليزيو ما بين السطور ديال التصريح ديال السيد الوزير، اقل ما يمكن ان نقول على ان اهان الاب والام المغربي اللي ما قدرش يقري وليداتو في الخارج واللي عانى الامرين باش يقري في جامعه مغربيه وصلوا لنيفو ديال ليسونس ماستر دكتوراه وهادو لا دي كومبيتونس ما يمكنلكش تستفزهم وتهينهم هكا السيد الوزير. ثانيا هان الجامعه المغربيه وبهذا شكك في الكفاءات ديال الاطر، واللي انا باسمي كبلع شناده جو سوي فيغ بالجامعه المغربيه نعاود نقولها، وجو سوي فيغ بالاساتذه اللي قراوني من الجامعه الحسن الثاني المحمديه والجامعه ديال عبد الملك سعدي طنجة اللي كندير فيها الماستر ديالي، وشكك كذلك في الكومبيتونس ديال الطالب المغربي. انا اليوم كقدره شابه كنتكلم الصوت ديالي والصوت ديال كاع الطلبه اللي تظلموا، حنا دي كومبيتونس، حنا طاقات شابه، حنايا من مشينا لهذ المهنه هذه وحنا كنعرفوا الحق ديالنا وكنعرفوا اللي كنديروا، اون بيان بريباري، حنا وليدات المغرب. كانت الاجوبه ديالك في الامتحان؟ انا جو سوي سيغ سيغتان من الاجوبه ديالي. حنا المشكل ديالنا ديال اليوم هنا قبل ما نطلبوا بالورقه الامتحان، والحمد لله الاجراءات القانونيه ديالنا كامله راه درناها، حنا واقفين عند التصريح ديال السيد الوزير اللي قال على ان ضغطات عليه شي جهه كتقول 600 واحد اللي خصو يدوز، في حين ان 800 طالب اللي نجح، وكنلقاو اللائحه ديال الناجحين فيها 2081 طالب. اذا هنايا بزاف ديال لي بوان دانتيغوغاسيون كيتحطوا، هنايا كاين الشك، اش حنا كنطالبوا بفتح تحقيق وبالغاء هاد النتائج المشبوهه. 2081 طالب، حنا ديجا الماده 6 من القرار اللي كينظم كيفاش غادي تدوز الامتحان ديال المحاماه كيقول اللي جاب المعدل هو اللي ينوض. الموضوع عاوتاني كاينه بزاف ديال الاكراهات اللي توجهنا لها حنايا من بدايه الامتحان وبلوطو من قبل الامتحان. النهار اللي بغينا نشدو لي كونفوكاسيون انا بيرسونيلمون اخترت المركز ديال طنجه، لقيت المركز ديال تطوان، هذه في حد ذاتها كونترانت قدام الطلبه المغاربه واللي خصها فئه كبيره منا واللي بزاف ديال البارتي منا اللي ما مشاوش حضروا الامتحان. من بعد مشينا الامتحان كان الامتحان مع تسعود، التحقنا وشدينا الورق مع 11 لاروب ساعه و45 دقيقه ما عندهاش تفسير. هنايا حنا كنبارطاجيو معاهم الغلط، علاش؟ حتى سكتنا كان كيخصنا ندويو ديك الساعه. من بعد ما بغيناش نوضوا البلبله شدينا الوريقات، كنلقاو على ان كاين السيستيم الكندي وكاين الكيو سي ام، ديجا الكيو سي ام كي غون لا بوسيبيليتي سور مليون سور مليار دافوار لي ريبونس كوريكت، عاد السيستيم الكندي اللي طبق في المغرب حنايا عاوتاني ما فهمناش، زائد نقطه بور لا ريبونس كوريكت وناقص نقطه بور الجواب الخطا. علاش جيتوا اليوم؟ جينا اليوم باش كنطالبوا بالمطالب ديالنا اللي هي مطالب مشروعه، اولا فتح تحقيق، وحنايا مستعدين نتابعوا كل مسؤول حيتاش القانون فوق كل شيء، وحنا اليوم مطالبه ما عندناش وجهيه سياسيه ولا خلفيه كناكد عليها، حنا جينا نطالبوا بالحقوق ديالنا حيتاش مشروع محامو الغد وخصنا نكونوا كنعرفوا ندافعوا على القضيه ديالنا باش ندافعوا على الناس. حنا اليوم كنطالبوا بفتح تحقيق ومتابعه كل مسؤول عنده يد في هذا النازل في هذه المهزله اللي طرات في الامتحان ديال المحاماه، ثانيا الغاء النتائج حيتاش مشبوهه وهادشي اللي غيبينوا التحقيق، وبذلك اعاده الامتحان ويتم الاشراف عليه من طرف لجنه مستقله اللي تكون كتكون المسؤولين النزيهين، حيت حنايا كل الثقه عندنا في بلادنا وعندنا في جلاله الملك وعندنا في مسؤولين عندنا نزيهين واللي كيتسناو غير يسمعوا الصوت ديالنا ان شاء الله وغيشدوا بيدينا، وكل ثقه في منظومه العداله. حنا ما كنقولوش على ان المنظومه كامله فاسده، كنقولوا كاينه واحد جوج ثلاثه كيخصهم يتعاقبوا ويكونوا عبره باش تعطينا حنايا فرصه. حنا كشباب اليوم كنقولوا عندنا قدره، خص بلادنا تستغلنا، بغينا نخدموا بلادنا، بغينا الفرصه ديالنا، ما تحطموناش وما تهرسوناش. كاع الدستور ديالنا المغربي، الخطابات الملكيه، كل شيء كيشد بيد الطالب، وعندنا مبدا ديال تكافؤ الفرص، الحكامه الجيده، راه المسؤوليه بالمحاسبه، وهذا الشيء كامل
التصريحات ديال المسؤولين كيضربوا فيه وكيطعنوا فيه وحتى حنا ما نسكتوش عليه. القانون فوق كل شيء، والساكت عن الحق شيطان الاخرس. وحنا اليوم ما كناش دور المواطنين كاملين، حيت حنا وليداتكم، وهذه القضيه ما كتهمناش غير بوحدنا، كتهم المواطنين المغاربه ككل، حيت كلنا مشروع طلبه ديال الفاكولتي ديال المغرب، الطبقه الكبيره. بلاتي بنتي بوليس، ممنوع عليكم التجمعات. سير الميكرو سي عزوز. كاين المنع، سير المنع. نحاولوا نتمنعوا ما كيخليوناش.